اسمي سارة، صار لي بلعب رقبي من سنتين، ما كنت بعرف شي عن الرقبي، فلما سمعت انه في عنا بسوريا فريق سيدات حبيت جرب، فعلا رحت وجربت وحبيت الرقبي. اول شي لانه لعبة جماعية، ما فيك تعمل شي لحالك، والرقبي غيرت فيني شغلات بشخصيتي، خلت عندي ثقة اكبر بحالي وخلتني اكتشف شغلات بحالي ما كنت بعرف اصلا انها موجودة فيني. كان الموضوع صعب لان كانت لعبة جديدة وغريبة بالنسبة للناس بمجتمعنا، لأن ببالوا أنها لعبة عنيفة ولعبة رجال بس، ونحن ما فينا نلعب هيك لعبة أو معنا القدرة أنه نلعبها، وإذا لعبناها فنحن رح نكون خسرنا جزء من أنوثتنا. فصار عندي مثل تحدي بيني وبين العالم، كان بدي أثبت لهم العكس، فكملت رقبي ووصلت للي بدي إياه، والناس اللي حاولوا يبعدوني عن الرقبي نفسهم صاروا يشجعوني ويدعموني لكمل، ورح ضلني نكمل. بطلت أتخيل حالي بلا رقبي أو بلا ما ألعب رقبي، صارت شيء أساسي بحياتي وشيء ما فيني أتخلى عنه.